بنتكلم على سباين تروما في مصطلح مهم جدا لازم يكون في بالنا، لازم يكون في بالنا واحنا بنتعامل مع حالات التروما، سواء كان في الدايجنوسس او حتى في المانجمنت بتاعنا، ان احنا دايما بنفكر في هذا المصطلح السباينال ستابيليتي. لازم يكون هدفك دايما هو الحفاظ على السباينال ستابيليتي. لازم يكون عينك وانت بتقرا الاشعه او بتفحص العيان ان انت عايز تتاكد هل السباينال ستابيليتي دي كويسه ولا لا. لازم انت لما تعمل سيرجري يكون هدفك انك توصل في الاخر للسباينال ستابيليتي. يعني ايه سباينال ستابيليتي؟ السباينال ستابيليتي از ذا ابيليتي اوف ذا سباين اندر فيسيولوجيكال لودز to limit displacement so as to prevent injury or irritation of the spinal cord and nerve roots, including the cauda equina, and to prevent incapacitating deformity or pain due to structural change. بص الديفينيشن الرائعة. طبعا احنا عارفين ان السباين ده مش مجرد عمود وخلاص، لا ده عمود وحواليه جواه السباينال كورد، وخارج من جنابه الروتس. يبقى انت ايه؟ يبقى انت هذا السباين اي نعم ليه فانكشن كبيره جدا في انك تقف وانك تتحرك وانك تمارس حياتك، ولكن هو له فانكشن اخرى مهمه وهو حمايه النيورال ستراكشرز اللي موجوده جواه. فكلمه سباينال ستابيليتي ان السباين يظل على وضعه القائم، الوضع الطبيعي اندر فيسيولوجيكال لودز. يعني انت لما تشيل اوزان عاديه، سواء كان وزن الجسم بالذات، وزن جسمك مش معنى كان انت راجل تكون رفع اثقال وتقرر انك تشيل عربيه تريلا وتقول لي معلش مفيش سباينال ستابيليتي، لا انا قصدي هنا الفيسيولوجيكال لودز، ان هذا السباين قادر على ان هو يشيل جسمك، يشيل وزن جسمك ويظل ثابت دون ان يحدث فيه اي اختلال او تحرك قد يؤدي الى ايه، يا اما هيعمل لك نيورال كومبرومايز على الكورد او كودا اكوان او الروتس، او حتى انه يعمل لك سكوليوتيك تشينجز او يعمل لك ديفورميتي، تعمل لك مصل سبازم وتعمل لك بين. شوف بقى ازاي. يبقى لازم اندر ذا فيسيولوجيكال لودز اللي هو المفروض وزنك الطبيعي يعني، او انك تشيل حاجه بسيطه، ان يظل السباين في وضعه ثابت محافظا على مكانه، مش عامل اي ستريتش على اي مصلز فما يعملكش مصل بين، ومش عامل اي كومبرومايز على سواء كان الكورد او الكودا اكواينا او الروتس، وبالتالي مش عامل لك اي نيورولوجيكال مانيفيستيشنز. هذا هو مصطلح الاستابيليتي، هذا هو المصطلح اللي انا بدور عليه، هو ده اللي انا عيني عليه وانا بفحص عيان السباين عموما، سواء كان سباين ديجنراتيف اللي هنجيله بعد كده ان شاء الله، او حتى عيان السباين تروما. وانا بشتغل تروما وانا بشتغل عمليه بعد كده على عيان السباين، لازم يكون هدفي في الاخر ان احافظ على الاستابيليتي. لازم يكون دماغي، هل انا مثلا لو عملت لامينكتومي هل اجي على الفاسيتس ولا لا؟ ده انا لو جيت على الفاسيتس اخاف لحسن ابوظ الاستابيليتي فالعيان يخش في مشكله، طب انا كده هضطر اثبته بقى علشان ارجع الاستابيليتي واحافظ عليه. شوف مصطلح الاستابيليتي ده مهم جدا في التشخيص وكذلك في العلاج. نيكست. تعال نمسك بقى الموضوع حاجه كده، ها بعد لما فهمنا مصطلح الاستابيليتي، تعال نمسك بقى الموضوع كده ايه بالتدريج وايه وهوبا مع بعضينا كده. اول حاجه نتكلم على الويبلاش انجري. ايه الويبلاش انجري دي بقى؟ الويبلاش انجري، كلمه ويبلاش اصلا يعني ايه؟ يعني كرباج. ويبلاش يعني كرباج. الكرباج انت تمسكه وتروح لاسع اللي قدامك ده على ظهره وكده، فالكرباج بيروح الحبل يروح يخبط في ظهر الشخص اللي انت بتضربه ده، وبعد كده يروح راجع تاني خبطه لسعه الكرباج، دي اسمها ويبلاش. فلما سموها ويبلاش انجري قال لك ايه اللي بيحصل فيها. كلمه ويبلاش هو حصل تروما ناتجه عن ايه حدوث هايبر فليكشن عنيفه جدا فولود باي هايبر اكستنشن. هايبر فليكشن فولود باي هايبر اكستنشن، زي المنظر الشهير اللي هو حوادث العربيات، زي الصوره اللي قدامنا الانيميشن ديت. الانيميشن دي موضحه لك ان في الويبلاش انجري قاعد في العربيه بتسوق، وبعد كده فجاه بعد الشر اتخبطت لقدام، فاول ما خدت الخبطه حصل لك هايبر فليكشن، طلعت لك الاير باج او خبطت بقى في الدركسيون ورحت راجع منطور لورا تاني، بقى جالك هايبر اكستنشن. هذا الخلل اللي حصل او هذا الحدث الكبير اللي حصل اللي هو هايبر فليكشن فولود باي هايبر اكستنشن بيعمل حاجات بقى. بيعمل ايه؟ اولا عشان اقول لك انها ويبلاش انجري، غالبا بيكون مشكلتي بس سوفت تيشو. اشهر حاجات
ويبلاش انجري حاجات في السوفت تيشو، يبقى تروماتيك انجري تو ذا سوفت تيشو ستراكشرز حوالين السيرفايكال سباين، يعني الليجامنتس اللي موجوده، الماسلز اللي موجوده، الديسكس اللي موجوده، الفاس جوينتس اللي موجوده. يعني قصده يعني ايه؟ ما حصلش فراكتشر في العظم، واخد بالك؟ in the absence of fractures, dislocations او intervertebral disc herniations، ما حصلش الحاجات الهيوج الكبيره، مجرد هذا الهايبرفليكشن followed by هايبر اكستنشن او حصل روتيشن او حصل حاجه، عمل لك ايه؟ عمل لك مشكله في الليجمنتس، عمل لك مشكله في المسلز، عمل لك مشكله في الديسك، بس من غير ما يكون حصل هرنيشن ولا يكون حصل فراكتشر. It's the most common non-fatal automobile injury. حالات الحوادث على العربيات بيجي لك الحالات بتاعت الايه؟ الاوتوموبيل انجريز او الحوادث على العربيات، يعني يجي لك بايه؟ بالويبلاش انجري، اللي هي عباره عن حصل مشكله فين؟ في الليجمنتس او في المسلز او في الديسك، بس ما يكونش حصل هرنيشن للديسك وما يكونش حصل فراكتشر او ديسلوكيشن في العظم. Symptoms may start immediately, but more commonly they are delayed several hours or days. تعال نتعرف عليهم أكتر. Next. العيان ده بتاع الويبلاش انجوري ده بيجي لك غالبا بيشتكي من ايه؟ شوية وجع في رقبته. العيان بتاع الويبلاش ده بيجي لك هيشتكي من وجع في رقبته، هتعمله أشعة دي تلاقي ما عندوش حاجة. مفيش فراكتشرز. تعمله MRI مفيش حاجة برضو. مفيش ديسك. مفيش ديسك هرنيشن، مفيش فراكتشر، مفيش ديسلوكيشن، بس عنده وجع في رقبته. يعني ممكن تلاقي عنده ستريتنينج شويه في السيرفايكال لوردوزز من الماسل سبازم، واخد بالك انت ازاي؟ هو ده العيان بتاع الويبلاش. تبقى عارف ده ويبلاش يا جماعه. عرفت ازاي؟ والله ده موتور كار اكسيدنت وعنده وجع رهيب في رقبته، بعمل له اشعات مش لاقي عنده ستراكشرال دامج واضح كفراكتشر او ديسلوكيشن او ديسك هرنيشن. اوكي، بس احنا حبينا نقسمهم الى 4 جريدز. انه واحد ما عندوش حاجه، اول حاجه دي واحد موتور كان اكسيدنت وحصل له الموضوع بتاع الهايبر فليكشن هايبر اكسيشن، سواء كان متظبط وحظه كان كويس، فما بيشتكيش من حاجه. نو كومبلينتس نو ساينز، مفيش مشكله خالص. حادثه نو كومبلينتس نو ساينز، ده جريد 0 خالص زي الفل. طيب جريد 1 و 2 و 3، ركز معايا بقى. جريد 1 و 2 و 3 هم دول ريبلاش. جريد 0 ده العيان اللي بيجيلك في الحوادث ما بيشتكيش من حاجه في رقبته. طيب جريد 1 و 2 و 3 هما الوي بلاش. جريد 1 بيبقى عنده نيك بين اور ستيفنس او تندرنس وذ نو ساينز، بس كده ما عندوش ساينز. ايه اللي حصل لك حبيبي؟ والله انا عطلت عربيه بس عندي ايه؟ شويه وجع في رقبتي كده، بتوجعني شويه كده ورقبتي ناشفه وبتاع. ماشي الحمد لله جريد 1 بس نو ساينز. يعني تكشف عليه مش شايف، انا مش شايف عندك اي حاجه خالص، شويه ايه وجع كده لما ادوس على رقبتك توجعك شويه، خلاص اوكي. جريد 2 نفس الكلام، وجع في رقبته وتندرنس، بس حط معاهم ايه بقى؟ مش عارف يحرك رقبته. حرك رقبتك يمين، لا مش قادر، وجع عندي رقبتي وجعاني جدا. حرك رقبتك شمال، مش قادر من كتر الوجع، او ان في بوينت معينه اقول لك الحته دي بتوجعني، في بوينت تندرنس الان، ده جريد 2. طب جريد 3 بقى بدا يبقى عليه شويه ويكنس. الله الله، weakness, sensory deficit, absent reflect بعد signs. الله. طب وبعدين؟ طب ده عنده الـ MRI والـ CT normal. ده ممكن يكون عنده contusion، خلي بالك ممكن الـ MRI لو ركزت فيه تلاقي contusion مكان الـ ايه؟ الحركة العنيفة اللي هو عملها دي. فاكرين الـ spinal cord injury؟ يبقى اذا لا، يبقى ده whiplash عنيف شوية. طبعا جريد 4 بقى ده مش يعتبرش ويبلاش. جريد 4 ده اللي هو عنده فراكتشر بقى، خلاص ده دخل مرحله تانية، دخلنا حقبه تانية ما نقدرش عليه ده ويبلاش. ايه ده؟ فراكتشر بقى، ما نقولش عليه ويبلاش. الويبلاش ده كان ايتيولوجي، لكن الايه ده كان عنده فراكتشر. يبقى اذا الجريدز عندي 3. طبعا جريد 0 ده اللي هو مش ويبلاش، ده خلاص ده واحد عمل حادثه وما حصلوش مشكله، ده جريد 0. جريد 1 و 2 و 3 هم دول الويبلاش الحقيقيين، حادثه وجاي لك بايه؟ وجع في رقبتي، اما عنده شويه وجع بس وستيفنس وتندرنس من غير حاجه، ده جريد 1. جريد 2 بدا ان هو يبقى عنده ليميتيشن في الموفمنت على رقبته، او يحدد لك ان في بوينت معينه بتوجعه بس من غير ما يبقى عنده اي ساينز ثانيه، ما عندوش اي نيورولوجيكال مانيفيستاشن. ظهور النيورولوجيكال مانيفيستاشن بقى اسمه جريد 3 ويبلاش انجري، تعمل له اشعه هتلاقيه نورمال، او ممكن تلاقي كونتيوجن صغيره في الام ار اي. جريد 4 بقى
اشوي بلاش خلاص بقى عنده فراكتشر وبقى عنده ديسلوكيشن او عنده هيريتد لامبر ديس، عنده حاجه ادت الى او تفسر تفسير واضح هذا البين اللي عنده وهذا النيورولوجيكال ديفيسيت. ده الجريد بتاعنا. جريد 1 patients with normal mental status and physical exam مش محتاجين كلينيك. دي كلمه بقى في المانجمنت بقى. عيان جريد 1 اللي هو ايه، حادثه وبعدين بعد الحادثه بيشتكي لك عنده شويه وجع في رقبته كده، رقبته توجعني شويه بس بيحركها عادي، مفيش limitation of movement، مفيش point tenderness، شويه وجع عادي في رقبته عادي خالص يعني. الهاند بوك بيقول لك مش محتاج تعمله حتى بلين اكس راي، مش محتاج تعمله بلين اكس راي، بس لازم يكون حد يعني، بص هو قايل كلمه واضحه وصريحه، لازم يكون حد ايه عنده normal mental status. ماشي، انا بقول لك في مصر اي حد عنده وجع في رقبته اعمل له اشعه يعني من خبره يعني، ما تستهونش باي حد يقول لك عندي وجع. في ناس بتستكبر انها تقول رقبتي وجعاني، هتحس ان هو ايه، لا معلش ده انا راجل وعيبه في حقي بقى ان انا اقول لك رقبتي توجعني وبتاع، لا لا لا. فايه هو نورمال منتال ستاتس؟ لا ماش عندنا خلاص. اي عيان هيجي الاستقبال بيشتكي من بعد حادثه عربيه بيقول لك انا عندي وجع في رقبتي، اعمل له اشعات على طول. واحنا اصلا بنعملها روتين، سواء كان هيد بروتروما او بولي تروما السيرفايكال، ده مهم جدا لانه بيبقى مست بسهوله. وساعات عيني برقبته وجعه وما يقولكش لحد ما تساله، عشان كده لازم تسال في وجع في رقبتك، وعينك التروما عادي في وجع في رقبتك، اوعى تنسى السؤال ده، في وجع في رقبتك، يقول لك اه والله في رقبتي يا ترسوب مش عارف احركها، امال ساكت ليه يا خداتك، ساكت ليه يا حبيبي. يبقى اذا الهيد تروما لازم تسال العيان على وجع رقبته. الحاجه الثانيه، لو عنده اي شكل من اشكال الوجع في رقبته، ماسك رقبته او مش عارف يحركها او حتى في اي وجع في رقبته، اعمل له اشعات وريح نفسك. الهاند بوك بيقول لك ايه لو جريد 1 ما تعملوش، بس لازم يكون نورمال منتال ستاتس ومش مصري عشان نريح نفسنا. جريد 2 و 3 بقى اللي هو لا، يعني ايه جريد 2 و 3 اللي هو ايه، جريد 2 اللي هو عنده لا ده انا عندي بقى مش قادر احركها في ليميتيشن اوف موفمنت وعندي بوينت تندرنس، او جريد 3 بدا يبقى عنده نيورولوجيكال ديفيسيت، تفتكر ده هتروحه من غير ما تعمل له حاجه؟ لا، انت تعمل له كلين اكس راي واعمل له سي تي واعمل له ام ار اي كمان. هو هنا كاتب لك ما عملوش سي تي وام ار اي، بس انت شايف ايه يعني جريد 3 ها عيان عنده نيورولوجيكال ديفيسيت ما عملوش ام ار اي؟ ماشي، هو ايه يعني، هو هنا مستسهل الموضوع، بيتعامل مع عيان من طبقه دونالد ترامب. لا، احنا عيانين بتوعنا مش من طبقه دونالد ترامب يعني، واخد بالك؟ لا، فاحنا ايه، اي عيان بيشتكي من وجع في رقبته وبدا يظهر عليه نيورولوجيكال ديفيسيت كمان وليميتيشن اوف نيك موفمنت، لا يا حبيبي سي تي وام ار اي. يبقى العيان اللي احنا هنعلى جريد شويه، يعني العيان اللي هيجي لنا احنا جريد 1 وعنده بعد الهيد تروما وجع في رقبته، كلين اكس راي خلاص. لكن عيان عنده وجع في رقبته فظيع وفي ليميتيشن اوف نيك موفمنت ومش قادر انه في بوينت تندرنس، هتعمله سي تي مش بس كلين اكس راي، اعمله سي تي كمان معاه. طب لو لقيت معاه نيورولوجيكال ديفيسيت اللي هو جريد 3، اعمل له ام ار اي ليكون عنده كونتيوجن ولا حاجه. لكن فكره انك تسيبه كذا البطيخه، لا ما تضمنش الكلام ده. اما جريد 3 وجريد 4 بقى اللي عنده بقى خلاص بقى ده سباينال كورد انجري، ده حوار كبير بقى، بنعمل له بقى سي تي ونعمل له ام ار اي ونلبسه من الكولر، ويبدا العيان ان هو يعني لو هيحتاج ان هو يتشد يتشد، ونبدا نحضره للعمليه زي ما اتكلمنا قبل كده. يبقى ده الجريدز بتاعت الوي بلاش انجري. خلاص عرفنا زيرو ده ما عندوش حاجه، جريد 1 عنده شويه وجع بسيط، ده هنعمل له كلين اكس راي. جريد 2 هيبقى عنده ليميتيشن اوف موفمنت من كتر الوجع او بوينت تندرنس، وجريد 3 بدا يظهر عليه نيورولوجيكال ديفيسيت، وجريد 4 بقى عنده فراكشر ديسلوكيشن. المانجمنت احنا اتفقنا هنعمله ازاي، لو جريد 1 غالبا هنعمل له كلين اكس راي، لو جريد 2 اعمل له سي تي كمان معاها علشان نشوف لو كان في اي حاجه موجوده، جريد 3 هنعمل له كمان ام ار اي، وطبعا جريد 4 هنحضره للجراحه. نيكست، هنا برضو نفس الكلام، يعني بيتكلم على تعاملك انت مع الحالات بتاعه الويبلاش انجري. هو هنا بيقول لك ايه، مثلا ويبلاش از يوزوالي ا بيناين كونديشن ريكوايرينج ليتل تريتمنت، يعني غالبا العيان ده مش هيحتاج حاجه قوي، يعني مش هيحتاج مننا كجراحين تدخل قوي، يعني هو كان يوم كده وهيتحسن. يعني بيقول لك جريد 1 وجريد 2 وجريد 3
الرينج اوف موشن اكسرسايز ممكن نبدا على طول، طالما ان مفيش اي ستراكشرال دامج واضح، مفيش فراكتشر، مفيش ديسك، مفيش حاجه، خلاص ممكن ان احنا يبدا ان هو نسمح له ان هو يعمل علاج طبيعي على رقبته، ويقدر ان هو يحرك رقبته يمين وشمال عشان ما يحصلوش نوع من الاستيفنس. طيب مين اللي يرجع للريجولر كلهم يرجعوا للريجولر اكتيفيتي عادي، جريد 1 و 2 3 ارجع عادي لحياتك العاديه من غير اي مشاكل. طيب مين اللي نلبسه بقى نيك كولر؟ ولا واحد من دول اصلا محتاج نيك كولر حاجه، بل ان هو ما عندوش مشكله فظيعه، يعني ممكن تلبسهم علشان لو عنده مصل ستيفنس شويه ترتاح، لو جريد 2 3، لكن جريد 1 حتى مش محتاج نيك كولر، هيرتاح لوحده بالمصل ريلاكسنس والكلام ده. ها مين اللي نعمل له بقى ايه، نقعد مين اللي نقعد ندلعه بقى هيت وايس ومساجه، ولا الكلام ده مش مهم خالص، ممكن تديه مع الايه جريد 2 3، ممكن بقى ان هو ياخد مصل ريلاكسنس وتقعد تدلعه بقى بمساج، جلسات مساج عند المزه الفلانيه، طب تدلعه كده يبقى هو فرحان بقى وبتاع، ويقول لك يا ريت رقبتي بتوجع على طول، ما علينا. طيب الميديكيشنز غالبا بندي مين؟ جريد 2 3 بنديهم بي ام اي اللي هو الانالجيسكس والماسل ريلاكسنس. انالجيسكس وماسل ريلاكسنس ندي، يمكن انا بحب ادي نورجيسك لان هو بيكون فيه معاه زي باراسيتامول ومعاه ماسل ريلاكسنس، في كمان الحاجات النون ستيرويدز القويه زي الكتافلام مثلا، زي الفولتارين، الحاجات دي برضو تريح جدا النيك بينز والكلام ده، بس تبقى اتاكدت ان انت عملت له اشعه واتاكدت ان هو ما عندوش حاجه. طيب هل هنعمل له سيرجري؟ طبعا لا، سيرجري في ايه؟ هو يقول لك جريد 3 ده لو لقيت حاجه، طبعا لو لقيت اي نيورولوجيكال ديفيسيت بروجريسيف ولا حاجه ده موضوع تاني، بس يعني لا غالبا انت هتعمل له امارات اللي عنده كونتيوجن صغيره كده وهتروح لوحدها، مش هتحتاج سيرجري يعني، الا لو كان في اي ستراكشرال سبيلتي. يبقى غالبا هو العينين دول بتاع الويفلاش انجري دول حاجه بيناين، وبتطمن العين ان شاء الله مفيش حاجه، حتى البوينت تندر طالما انت عملت له اشعه وما لقيتش عنده اي فراكتشر ديسلوكيشن او الديسك ولا اي حاجه، خلاص مش مشكله خلاص، حضرتك ممكن تريح في البيت 3 ايام، تلبس رقبه لو الدنيا تعبك، تاخد انالجيسيك ومصر ريلاكسنت ودهان كده، ايه دهان كده للرقبه، والف شكر على كده والحمد لله على السلامه. اوكي ده بالنسبه لموضوع الويبلاش انجري، موضوع كده بنسخن بيه كده وحاجات الهبله، ولكن غالبا ده اكتر حاجه انت بتشوفها في الاستقبال، شوف ما تستهونش بيه، اكتر حاجه بتشوفها في الاستقبال هي الويبلاش انجري. دايما انت على فكره دماغك بتبقى رايحه وخايفه من الحاجات الكبيره، ده كويس، لكن المهم انك تعرف مين ده، اكتر حاجه انت بتشوفها الويبلاش انجري، ده هو اكتر سيرفايكال تروماز انت بتشوفها هتبقى في هيئه الويبلاش انجري، سواء كان جريد 1 او جريد 2 او جريد 3، التعامل معهم سهل والمانجمنت بتاعهم بسيط جدا ان شاء الله.